عندي ربع كيلو من الجبنة القريش، وعندي 2 بيضة، رشة ملح، رشة فلفل اسود، حبة البركة اذا حابين، ممكن تحطوا اي حبوب تانية انتوا حابينها، ممكن تحطوا كمان معلقة خل صغيرة. دي التفاصيل بتاعت الوصفة السهلة قوي دي. يلا بينا في الخلاط، في كبة، في اي حاجة. هاخد الجبنة القريش كده، نسيب قطعة صغيرة، نحط البيض، نحط الخل علشان ريحة البيض، معلقة صغيرة خالص من الخل، حبة البركة في الآخر، عندي ملح وفلفل أسود، لو الجبنة مالحة قوي هناخد بالنا من الملح. حاضر، عفوا، نرجع الملح والفلفل ونضرب الكلام ده، برضو نرجع ايه الخل كده. دي وصفة سهلة، دي وصفة هايلة. ننزل بقى بالخلطة بتاعتنا كده بأي شكل، بأي حاجة احنا هنسويها على شكلها ده. ممكن نسويها في اير فراير طبعا، ممكن نسويها في الفرن، بس خلينا نعملها في الفرن. هنشغل الفرن على درجة حرارة 180 وهندخلها الفرن. تقدروا تضيفوا لها اي نوع من انواع البذور اللي انتوا بتحبوها، لو عايزين تحطوا لها مثلا بذر كتان، سمسم، مفيش اي مشكله خالص. ناخد بس كل مكوناتنا كده اهو. طبعا هي مشبعه جدا لان نسبه البروتين فيها عاليه جدا. طب ايه، شويه حبه بركه كده، وندخلها تستوي. طبعا الفرن متسخن من قبل كده، عايزين تفردوها اكتر من كده مفيش مشكله، بس انا ايه هخليها بالشكل ده وهدخلها الفرن على طول. الحاجات دي بتبقى بالنسبه للناس اللي بتجوع وعايزه حاجه بديل للعيش ومقلله عيش، حتى لو هي بتاكل عيش في حياتها، عيش عادي بتاكل عيش، ولكن مجرد انها عملت حاجه فشالت من وجبه واحده، يعني زي مثلا عندها في الفطار عيش، بدلت العيش بحاجه شبه كده، بتفرق معاها جدا في كل يومها، اليوم كله بيبقى عندها طاقه، بتبقى شبعانه، بيفرق معاها جدا في احساسها بالنفخه اللي بيعملها العيش وبتعملها الرده، الناس اللي عندها مشاكل في القولون. ففي ناس بتستخدم الاكل ده وبتاكله بتنبسط بيه، وانا شفت ناس كتير جدا جربته ومبسوطه بيه قوي. ففكره زي دي قد ما هي فكره ممكن ما تجيش في بال حد ان هي تبقى بديل للعيش، ولكن هي بتطلع حاجه مخبوزه كده نقدر ان احنا نغمس بيها، وبتبقى لذيذه قوي لناس كتير. حتى بتبدل بقى ساعات، تبدل مثلا تستخدم الرايس كيك، ساعات تبدل وتاكل بالخس، بالخضار، بالخيار، بالفلفل الالوان. فدي كلها بتبقى أفكار لطيفة جدا تخلينا نبعد شوية عن الدقيق لو احنا عندنا أي مشكلة مع الدقيق، أو حتى بنقلله علشان نبقى بناكل أكل صحي أكتر. بر الفرن إيه كده؟ أعتقد إن احنا محتاجين نفتح له الشواية ياخد لون من فوق، لأن هو تقريبا خلاص دخل في السوا. بصوا معايا كده، ابتدى ياخد لون من هنا كده، أوريها لكم إزاي إزاي إزاي. اهو ابتدى ياخد لون وماسك نفسه، الرغيف مش سايل زي ما احنا كنا سايبينه سايل. واول ما يبتدي ياخد اللون ده خلاص هطلعه من الفرن. العيش عشان انا مش عارفه اذا هو المفروض ياخد لون يكون اغمق من كده شويه، بس هو مش عايز ياخد اللون. هتصرف،
ما برضو لا، ما ادانيش اللون اللي انا عايزاه، في حاجه في الفرن. واديت الرغيف الوش بقى اللي انا عايزاه، طبعا هو يبرد خالص ونبتدي نتعامل معاه على انه رغيف عيش لذيذ لطيف هاي بروتين وحلو قوي، بس لازم لازم هنتعامل معاه لما يبرد عشان ما ايه فرفطش بقى مننا. قالوا بقى ايه، ناخد الرغيف كده، المفروض ان احنا بنسيبه بقى يبرد خالص ونتعامل معاه على ان هو عيش ده اهو، بس طبعا لما يبرد هيبقى طري. الفرن بصوا اهو، هو ده بيكون طري الى حد ما فنقدر نشتغل بيه، يعني انا لما اقطعها كده وهي طريه كده اقدر هي بقى هنا استخدمه كعيش كده، احط بقى فيه الحشوه اللي انا عايزاها واعمله ساندوتش واكله. ده العيش اللي هو جبنه وبيض اهو، جبنه وبيض وبقوا لقمه زي دي، طبعا دي مشبعه جدا لاي حد هياكلها مع بقى جبنه مع خيار مع فراخ مع اي حاجه هتحس ان انت اكلتيها وشبعتي، فلطيفه ولذيذه جدا وحبه البركه بتديها تاتش لذيذ.